الباصات، ودي مرة ثالثة ورابعة تسديدة راسية من باولو ولكن تتحول وتبقى ركنية. ركنية لمصلحة نادي الزمالك، وشيكابالا على التنفيذ بيلعبها المرة دي، ودي جول 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 جول، بيعملها ريكو بيعملها ريكو، ويضع أول أهدافه مع الفارس الأبيض، وأول أهداف صلاح ريكو بعد أن انتقل للنادي الزمالك وصديق الأمس ومنافس اليوم، بيعود للفارس الأبيض من جديد بيكون بالكربون يا حبيبي، بالكربون من ركنية كانت عنوان الهدف الثاني، وبالكربون من ركنية صلاح ريكو بيضع الهدف الثالث لنادي الزمالك علشان تصبح النتيجة مشاهدينا 3-3. مباراة مثيرة وسيناريو عجيب وسيناريو فيه حماسة وإثارة كبيرة جدا جدا في سهرة كروية.